نحن اعتمدنا الآن النسخة، مثلا اعتمدت أنا نسخة المجمع أحفظ عليها، وأريد أن أكتب المصحف على كتابة مجمع الملك فهد. اتفقنا أن نأخذ ورق A4 هذا للتدريب فقط، صحيح. نعم وبعد هذا نأخذ الورق اللي هو نعم الكوشيه، كوشيه لما ورق لما نعم نكتب عليه. صحيح تمام. نعم ومن بالنسبة للطالب المبتدئ في نعم. الكتابة سواء كتابة المصحف أو كتابة الخط العربي، يستطيع أن يستخدم قلم جاهز، الأقلام الجاهزة متوفرة وأسعارها رمزية، وايضا اوراق A4 العاديه هذا اللي عليها نعم. طباعه الورق نعم التي تستخدم نعم. للطباعه تمام. استطيع ان استخدم الاوراق العاديه هذه للتمرين او لكتابه الالات، ثم بعد ذلك في مراحل متقدمه يستطيع ان يغير اوراقه الى اوراق فاخره، وحتى القلم يغير الى قلم اجود من هذا لتحسين الخط ولاخراج الخط بشكل جميل. تمام، احنا صورنا لهم الاوراق وال صحيح نعم. في مقطع ثاني نعم. تمام. الان سوف نبدا بالطريقه الطريقه التقليديه سواء كان في تمرين الخط او كتابه المصحف. الطريقه التي يستخدمها اغلب الناس النظر الى الشيء المراد تقليده سواء كان خط او مصحف او مثلا صوره نعم. مثلا ايوه الان مثل الصفحه هذه استغفر لهم. لو بدانا الطريقه العاديه الان انا انظر الى الكلمه ثم ابدا بتقليد الكلمة. نعم. أنا ظننت أنك عندما تكتب ستكتب لنا الآن ستكتب يعني خط صغير. لا لا، لكن كما يعني تكلمنا من قبل أن المصحف هذا مصحف المجمع كتب على أوراق كبيرة يعني أكبر مما نتصور نحن. كم مقاس الورق التي كتب عليها من كتب مصحف المجمع؟ طبعا الأوراق التي كتب عليها الشيخ عثمان طه خطاط المصحف هي ارتفاعها متر وعرضها 70 سبحان الله. نعم لوحات كبيره. صحيح نعم. وايضا القلم المستخدم في الكتابه 2.5 إلى 3 ملي، نفس القلم هذا تقريبا. صحيح نعم. لكن يعني نستخدم الاوراق كبيره او الخط يكون كبير. صحيح نعم. ثم بعد في ذلك البداية. صحيح في بدايه كتابه المصحف تكون الصفحات كبيره، وبعد ذلك اثناء الطباعه يستطيعون التحكم في أحجام المصاحف التي يريدون إنتاجها، إما مصحف للجامع أو إما للاستخدام العادي أو مصحف للجيب. أنا نعم. إذا أراد يطبع نحن نريد الآن يحفظ ويكتب نعم. كتابة صحيحة ويتدرب على الكتابة